السلام عليكم عشاق شاومي. شاومي 12 الترا، الكشف عن التصميم الرائع وبعض المواصفات المثيرة للإعجاب. مواصفات شاومي 12 الترا وتصميم يظهران في أحدث التسريبات. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. كشفت الشركة الصينية شاومي عن هواتف شاومي 12 وشاومي 12 برو وشاومي 12 اكس في الصين كما وعدت اواخر العام الماضي 2021، ولكن الشركة لم تكشف وقتها عن طراز شاومي 12 الترا. واشارت التسريبات بعد ذلك بان الشركة ستكشف عن طراز شاومي 12 الترا في وقت سابق خلال عام 2022. والان يكشف تقرير جديد بأن الهاتف قادم مع إطار متوسط ذهبي اللون. مواصفات شاومي 12 الترا. وتأتي المعلومات من محطة الدردشة الرقمية الموثوقة في الصناعة، والتي كشفت أيضا أن الإطار الأوسط سيتم إقرانه بغطاء خلفي أبيض. كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن وحدة الكاميرا الخلفية ستكون بتصميم ضخم وتمتد بعرض الهاتف بالكامل. وقد كشف التيبستر الآن أن الهاتف سيكون مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية وستكون باللون الأسود، بينما في الأمام ستكون هناك شاشة منحنية بدقة 2K مع فتحة ثقب واحدة محاذاة لمركز للكاميرا الأمامية. ومن المتوقع أيضا أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ومعدل أخذ عينات باللمس مرتفع ودعم الـ HDR10+ إلى آخره. وإذا كان هاتف شاومي 12 الترا مزودا بالفعل بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، فسوف يسير على خطى شاومي 11 الترا. ادعت أحد التسريبات في وقت سابق أن الجهاز سيحتوي على نفس كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل زائد 48 ميجا بيكسل زائد 48 ميجا بيكسل أخيرا. كشفت محطة الدردشة الرقمية أيضا بأن شاومي 12 الترا لن يكون لها تصميم أحادي. ما هي أهم ميزة يجب توفرها في شاومي 12 الترا وأنتم في انتظارها؟ المرجو مشاركة آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.